أصلكم شيخ الكريم. أم علي من السعودية تقول: إذا كان على الإنسان فوائد كثيرة وكان الأيسر عليه أن يصلي الفجر مع الفجر والظهر مع الظهر، فهل يجوز له هذا الفعل؟ لا، الذي عليه الفوائد يصليها ما استطاع متواصلة، ولا يؤخر، يصلي الفجر مع الفجر ثم يجلس حتى اليوم الثاني يصلي الظهر مع الظهر. لا يا أخي، الفوائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ذكرت الصلاة المنسية أو التي نمت عنها، صلوات نمت عنها، إذا قمت مثلا إنسان نام عن فرضين، فرض مثلا المغرب والعشاء، وقام ما قام إلا بعد الفجر، نقول له صل الظهر المغرب والعشاء مباشرة، لا تنتظر حتى يأتي وقت المغرب من اليوم التالي تصلي معه العشاء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليصلها. هذا أمر للتعقيب، الفال التعقيب مباشرة، فليصلها، يعني تكون الصلاة إذا ذكرها مباشرة ولا يؤخرها، لا يجوز له أن يؤخرها. نعم، لكن الشيخ الكريم لعلها تقصد مثل اللي اتصلت وقالت أنها 16 يوما. كذلك الذي عليها أيام كثيرة تصلي قدر استطاعتها، تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ما تنتظر إلى اليوم الثاني، ثم إذا فرغت من اليوم الأول صلت اليوم الثاني إذا كانت مستطيعة، أو استراحت قليلا ثم تصلي مرة ثانية. قد تصلي 3 أيام 4 أيام في يوم واحد، ما نقول كل فجر تصلي معه فرض واحد ولا، لا ما يصلح.